انت شايف هتسيب منه امبارح بلس. عمل ايه يا دكتور؟ انا هحكي لك يا طيب ايه بلس يا جماعه؟ زي الايثانول ايه بلس؟ انا خدت الشابتر كده اسمه البلاطير داخل في الامتحان البترول يعني البلاطير والبترول يعني الستيليت اللي هي الكيروسين والبنزين داخل في الامتحان. فنشافه زي زنود ألف بتاع الميثانول سايلنت كيلر القاتل الصامت او انفيزابل كيلر القاتل الخفي. نقول ليه جيف ريزون كاربون مونوكسايد از كونسيدرد ا سايلنت كيلر؟ ده عشان الفيزيكال بروبيرتيز بتاعه اللي هو بيعتبروه كولرليس اودرليس تيستليس نون اريتيتنج للريسبيراتوري باسج. سيمبل كده، لو احنا قاعدين في سورس الكربون مونوكسايد هنا كلنا هنموت من غير ما نحس، من غير ما نحس فعلا، وده اللي بيحصل. حدش دخل علينا يستعوانا عشان يطردنا عشان عايزين يقفلوا السنتر، او حد عايز يمشي او يسأل عن اي حاجه. لا، الناس كلها في مصل ويكنس وكونفيوجن، ومع الوقت يخش في كوما زي ما هنشوف دلوقتي. ممكن ده هو كلرلس، انا لو شمينا ريحه غاز هنقطع رجله، شمينا ريحه مش عارف اتش 2 هيدروجين سلفايد او اي حاجه اللي هي لها روتن ايجز، ريحه الروتن ايجز ماشي، هتطلع تجري اي ريحه غريبه هتطلع تجري. اما ده كلرلس اودرليس تيستليس وكمان نون اريتيتنج، يعني مش زي الدخان مثلا، لو في دخان حاجه بتتحرق دايما كح نطلع نجري، لا نون اريتيتنج للريسبيراتوري باسج، عشان كده بيسموه سايلنت كيلر او انفيزابل كيلر. دي اول حاجه صح وغلط وجيب ريزون. تاني حاجه السورس بتاعي بتعرض ازاي؟ ركز. اول سورس اي حاجه فيها كربون تحترق احتراق غير كامل، لا انكمبليت كومباشن او بير كومباشن يعني حرق بير لاي حاجه فيها كربون مونوكسيد، فيها كربون كربونيكيوس او كربون كونتيننج ماتيريال او فيول. طب الاحتراق الكامل يطلع CO2، الاحتراق الكامل هيطلع CO2، الاحتراق غير الكامل يطلع CO. ده رقم واحد. رقم اثنين برضه انكمبليت كومباشن للناتشرال جاز اللي هو البيوتين مش الميثان، ماشي وكتب لك الميثان. الغاز اللي عندنا في الانابيب ده او الغاز اللي بيخش اسمه البيوتين، غاز البيوتين او غاز الميثان، هو اصلا المفروض ملوش ريحه، بس الشركه بتاعت جاز بتحط عليه حاجه، بتاعت الغاز بتحط عليه حاجه بس لو حصل تسرب سيادتك تشيل، وهو اصلا ما فيهوش كربون مونوكسيد ماشي. يبقى البيوتين او الميثان ملوش، ما فيهوش كونتينر او ما بيطلعش كربون مونوكسيد. امتى هيطلع كربون مونوكسيد؟ لو حصل له احتراق غير كامل، لما احنا هنشوف المصايب اللي هتحصل ماشي. ادي واحد، ادي اثنين، رقم ثلاثة الناس اللي هي تشوي شاركول جريلز، هي الشوايات شاركول جريلز هي شوايات الفحم، شوايات الفحم يشوا بقى جوه، عمل لي كده دي يوز بره كده ولا اي حاجه ولا في البيت، عمال يشوا بقى وعايش حياته بالليل ينقص شويه بالسلامه، ده اللي هي شاركول جريلز. زي الراجل اللي نعس امبارح. ثلاثة، رقم أربعة فايرز، فاير يوم اوف فاير، في يوم اوف فاير اي حريقه انت بتشوف الدخان ده اللي انت شايفه، ممكن تلاقي فيها سيانيد وكربون مونوكسيد وانت مش حاسس. يبقى الفايرز والفاير مين. ايه تاني؟ بقول لك في ماده غريبه جدا كده اسمها ميثايلين كلورايد، ميثايلين كلورايد الماده ديت دي ماده تستخدم كبينت ستريبر او بينت ريموفر، بتشيل البينت الدهانات. ميثايلين كلورايد ماده اورجانيك، سيادتك شربتها جت عن طريق السكن شمتها، غريب جدا يروح الليفر يطلع كربون مونوكسيد. ده برضه من ضمن الحاجات اللي لو انت شاطر خلي بالك منها، يعني الموضوع بقى مش انجشن لهيدروكربون ماتيريال يشتغل جي اي تي وبتاع، لو كميه كبيره ممكن تلاقي المريض جايب مانيفستيشن بتاع كربون مونوكسيد. ما تنساش ده اندوجينوس باي ترانسفورميشن، بتتكسر في الليفر يطلع لي كربون مونوكسيد، حاجه ملهاش علاقه خالص رغم ان كربون مونوكسيد ده غاز. حاجه تسال في الشهوه، قول لي يا ابني ممكن حاجه تتشرب تطلع كربون مونوكسيد؟ تقول يا بيه لو واحد ال اس دي، فاكرين انت ال اس دي اللي هو بيشم اللي بتاعه ويعمل اللي بتاعه؟ يقول لك لا يا حبيبي انا بتكلم عن ماده تتشرب بتطلع لي كربون مونوكسيد. قول لي اللي هي
الميثايلين كلورايد. تقولوش بقى على كارو المكسايد ده ازاي بيجاز والانجيشن ده ليكويد ولا سوليد ازاي مش عارف ايه هيطلع ايه. لا هناخدها في كارو المكسايد هناخدها في السيانايد. في مادة هنا ومادة هنا بالانجيشن ممكن تطلع كارو المكسايد او السيانايد. ده الميثايلين كلورايد. البصوص بتاعي اي مادة تحترق احتراق غير كامل تطلع كارو المكسايد. غاز البوتاجاز موتور فييكل اكزوست اللي هي عوادم السيارات لوائح جايه ديت دي كلها كربون مكسايد. الفاير عشان كده الفاير من الاطفائيين بيتعرضوا للكربون مكسايد بكثره. الميثايلين كلورايد ده من ضمن السورس بتاعي كاتب لك لوحدك في الاخر كده مش موجوده يعني بس ممكن تسيب فيها الناس اللي هم جراج ميكانيك ميكانيكيه يعني شغالين في الجراج على طول ممكن يتعرض للكربون مكسايد اللي هي البريك كيلين. بريك كيلين دي مهمة جدا وبالذات في الايه في الجو الجميل بتاعنا بيسموها قمائن الطوب. قمائن الطوب باللغة العربية بريس كيلن. عارفين الطوب اللي حاضر عارفين الطوب الضيق ده الطوب اللبل الابيض ده يحط الافران كده يستوى كده يروح طالع لك طوب احمر ماشي الحال. عم الحاج اللي دخل الطوب ده في القمائن الطوب دي اللي بتاع اللي في الفرن بتاعها في الشتاء بقى واكل بقى والدنيا زي الفل والدفا ما اقولكش ده فرن باشا ينعس ما يقومش. ده من ضمن السورس الشهيره جدا البريك لمنا قمائن الطوب الاماكن اللي انا بسوي فيها الطوب احوله من طوب لبن او طوب طف لطوب ايه لطوب احمر. ده السورس بتاعنا بتاع الكربون اوكسيد مهم جدا 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 جدا. الله ايه يا عم الكلام ده انت عمرك قلت لنا السورس المهم. لا قلت في الهيمي ميتال مهم عشان كيزر وقلت في الكربون اوكسيد مهم عشان السورس ده هيجي لك الكيزر. بس تعرف ان في سورس الكربون اوكسيد عشان تعرف الحاله ايه الكربون اوكسيد السورس ده مهم ماشي. التوكسيد كاينيتيك ولا الكربون اوكسيد زي اي جاز بيتاخد بالتنفس زي الريسبيريشن الاكسبيريشن ريت بتاعي والاليمينيشن بتاعي عن طريق ايه عن طريق اللنج. التكة بقى واهم حاجه في التوكسيد كاينيتيك ان الباشا ده الافينيتي بتاعته عاليه جدا للهيموجلوبين بيتحد معايا يكون لي كاربوكسي هيموجلوبين. ده تكة التريتمنت بتاعه تكة الراجل بيموت ليه كاربوكسي هيموجلوبين الهاف لايف بتاعته 4 ل 5 ساعات. لو اديته 100% اكسجين كاتبها لك مرتين الهاف لايف يبقى 80 منت او ساعه لساعتين. لو اديته هايبر بارك اوكسجين هيبقى 23 دقيقة. توكسيد كاينيتيك كربون مكسايد ده جاز هيتاخد عن طريق اللنج بريت زي ريت الاكسشينج بتاع الريسبيريشن زي الاكسجين ما بيتاخد وبيطلع بيتاخد وبيطلع هو نفس الكلام. اليمينيتد برضو بعد ما يؤدي الرول بتاعه عن طريق اللنج على مش هيتاخد كربون مكسايد يطلع عن طريق الكدني ماشي. ده جاز يبقى عن طريق اللنج ماشي. الهاف لايف بتاعته كربون مكسايد مع الهيموجلوبين كاربوكسي هيموجلوبين 4 ساعات لخمس ساعات كل مريض مات وشبع موت ماشي. الباشا ده مع 100% اكسجين يوصل ساعه ساعتين او 80 دقيقه لو عالجته ب 100% اكسجين. لو عالجته بهايبر بارك اوكسجين يوصل 23 دقيقه. خش بقى في الجد للجد الباشا ده بيشتغل ازاي كربون مكسايد ده بيشتغل ازاي الباثوفيزيولوجي والميكانيزم التوكسيستي الاثنين مع بعض. ركز عشان ما تتوهش. اول حاجه ان الافينيتي بتاعت الكربون مكسايد للهيموجلوبين اعلى من الاوكسي الاكسجين للهيموجلوبين 200 مره او 250 مره. يبقى الكربون مونوكسيد الافينيتي العاليه بتاعته يمسك في الهيموجلوبين اكتر من الاكسجين يمسك في الهيموجلوبين ب 200 ل 250 مره فعمل لي حاجه اسمها كاربوكسي هيموجلوبين. كاربوكسي هيموجلوبين ده ما بيشيلش اكسجين فبيقول لك يقلل اكسجين كارين كباستي وبزبلات يقلل اوكسجين كارين كباستي وبزبلات. ادي زي الهيموجلوبين قلناها قبل كده رباعي اهوت ماشي. الباشا في الدم ده حمال عمال اسايل شيل اوكسجين ادي اوكسجين بيتعرض سيادتك لسورس الكربون مونوكسيد تلاقي الباشا ده بالافينيتي العاليه زاح الاكسجين وحل محل عمل لي حاجه اسمها كاربوكسي هيموجلوبين. فالاوكسجين كارين كاباستي بتاعت البلط كارين كاباستي بتاعت البلط بتقل بين قوسين دي بيسموها انيميك هايبوكسي انيميك هايبوكسي انيميك هايبوكسي انيميك هايبوكسي
الاكسجين ما عادش موجود على الهيموجلوبين بداله كربون مونوكسيد فعمل لي انيميا هيبوكسيا. مش كده وبس يا حاشا لله، لا قبل كده كربون مونوكسيد لا بيرحم ولا بسيب رحمه ربنا تنزل. يعني انا ماشي اهو جنبي جزيء اوكسي هيموجلوبين، خد الاوكسي هيموجلوبين ده يروح للتيشو صح، دي التيشو على الجنبين كده، قول لها لا ما تروحيش يا عم يهديك يرضيك، لا ما تروحش يا عم التيشو هتموت، ماليش دعوه ماليش فيه. يبقى هو قلل الاوكسي كارين كاباسيتي بتاعه البلط من ناحيه لانه حل محله بالهاي افينيتي، والحاجه الثانيه منع الاكسجين اللي هو يروح للتيشو، قلل البريشر اللي احنا محتاجينه عشان الاكسجين ده يروح للتيشو، وبالتالي بيسموها شيفت الاكسجين كيرف تو ذا ليفت. شيفت الاكسي هيموجلوبين ديسيشن كيرف تو ذا ليفت، خلاها ناحيه الليفت. المفروض انت عندك في الفسيولوجي لما نتكلم في كيرف الاكسجين كده، الكيرف ده المفروض في النص كده، دي ناحيه اليمين الاكسجين هيزيد للتيشو، دي ناحيه الشمال الاكسجين يقل للتيشو، المفروض يبقى سنترلايزد عشان هوميوستاسيس، عشان حل الباشا ده اللي هيحصل بيشفت تو ذا ليفت فيمنع الاكسجين اللي هو ابلود يتحمل للتيشو. يبقى هو النتيجه كلها بتاعت الاثنين دول، ادي واحد ادي اثنين، ان التيشو هتعاني من هايبوكسيا، تيشو هايبوكسيا. اكتر اثنين اورجان هتعاني من تيشو هايبوكسيا هو هارت وبرين، هارت وبرين دول اقل يعني اكتر تاثير في اقل كونسبشن كربون اوكسيد، هارت وبرين. يعني كل ما تزود كل ما الباقي يبدا يتضرب بقى، كل ما تزود كل ما الباقي يبدا يتضرب. تاني اقول الباثوفيسيولوجي والميكانيزم تاني، لما يجي اقول لك الباثوفيسيولوجي هتقول مع الميكانيزم، لما يجي اقول لك الميكانيزم هتقول مع الباثوفيسيولوجي، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. تاني كربون مونوكسيد الافينيتي بتاعته للهيموجلوبين 200 ل 250 مره اكتر من الاوكسي هيموجلوبين او من الاكسجين، فيعمل لي كربوكسي هيموجلوبين. لما يعمل لي كربوكسي هيموجلوبين هيقلل الاوكسجين كارين كاباسيتي اوف ذا بلاد، فيعمل لي انيميك هايبوكسي، انيميك هايبوكسي. مش كده وبس، ده التيشو الكربون مونوكسيد او كربوكسي هيموجلوبين في البلاد لو جنبه جزيء اوكسي هيموجلوبين هيمنع الاكسجين بتاعه اللي هو يروح للتيشو، ده بيسموها الشيف الاوكسجين شيف كيرف تو ذا ليف. كل النتيجه وجود الانيميك هايبوكسي وجود اكسجين مش عارف يروح للتيشو، التيشو هيتعاني من هايبوكسي. اكثرهم الهارت والبرين، الهارت والبرين كل ما هتزود كل ما الباقي، كل ما تزود كل ما الباقي، ده اللي هو الباثوفيسيولوجي. طب المريض بقى كلينيكال مانيفيستيشن هيحصل له ايه؟ اللي هيحصل له نسينا اقول من ضمن السورسز برضه بتاعت الكربون مونوكسيد السبيس هيتر دفايات او الووتر هيتر، ده بتاعت ايه حاله امبارح ديت بتاعت السبيس هيتر. ده سيملي كده راجل عنده 8 بنت 6 عندها 28 سنه مراته، وراجل عنده 33 سنه. قالهم نايمين في اوضه او مش عارف كان نايمين عند اخوه، الساعه 12 بالليل كده الجو برد، راح جايبين الشاليه، عارفين الشاليه؟ اشتغل لهم دره. عارفين الدره؟ راح اشتري دره اسمها الشاليه. ولعها كده الباشا وحطها في الاوضه تدفي الاوضه. تمام؟ المفروض هو يسيبها لغايه لما تدفي الاوضه ويعمل حاجه من الاثنين. ما يسيبش الباك مفتوح عشان يجدد الهواء، ده بعد ما يدفي الاوضه ايه؟ يشيلها. اللي حصل بقى يا باشا ان الباشا نعس، وتبر الجزء بتاع النعاسان يعني، الباشا نام، نام الساعه 5:30 الصبح بالظبط، اخوه سافرين العاشر، مال اتصل عليه عشان يروح الشغل، بيروح مع بعض سبحان الله، اتصل عليه 5:30 اتصل عليه 6:15 عمال محدش يرد يرد خالص، واحنا رايحين الشغل، فالواد بقى اخوه يعني فضل ربنا كسر عليهم الباب، يعني دخل الشقه وكسر الباب، لا الباشوات طبعا الاثنين كوماتوز وبيكونفالس والفوميت مالي الاريا، طلع الشاليه وطلع بيهم على المستشفى. ده اللي حصل، لو كان اتاخر كام ساعه كده كان بالسلامه. لو كان اتاخر كام ساعه كان بالسلامه. ماشي؟ الحاله الشهيره برضو اللي هي بتحصل مع الناس اللي متجوزين حديثا. ماشي؟ يعني فلايت اند بيوم خش استحموا مع بعض. رايق جدا. والله دي الشاليه جدا، سالفه في السجل حالا كده. في التيسير. ده كان مدير العام بيجي لنا واحد في واحد الشرطه، والله مين شرطه ومراتي لهم في الحمام، السخان بتاعهم غاز وبشوات، الموضوع طول معاهم برضه لا يسمى الاسباب، دخل نفسه في الحمام خبط على الحمام ده الاثنين ايه في حد تالت بيخبط ده ازاي جه في الجرايد وكانت مش عارف ايه يعني لسه متجوزين امبارح لهم مش عارف ايه في الاجتماع قال لك زكي ده برضه
بس انا هخلي كهربا للمنظمه اللي يعني الكريتيكال بتاعك تعتمد على حسب الكاربوكسي هيموجلوبين ليفل في البلاد. متنساش لو سالك في الشفوي قول له يا ابني بويزن الكلينيكال مانيفستيشن بتاعته ران ان ستيج، هتقول له الكلينيكال مانيفستيشن بتحصل سكيب دلوقتي. اه ماشي اي ار بريود بوسفورس. حاجه ثالثه في ثيرابيوتك لسه مش راح قلناها هي بريود ممتازه، باراستامول باراستامول والاير والبوسفورس ممكن يغدد عليه. يقول لك وايه كمان وايه كمان؟ قول لي بيريسانول بريجود ايسانول. ساعات بيعتبروا الليفل ستيج، ساعات بيعتبروا الليفل كلينيكال ديكشر اوف توكسين ران ان ستيج. تحصل في مراحل طبعا. اول حاجه هتقولها مهمه تحفظ الجدول اللي هو الستيج دي ولا اخر واحد بس؟ لا ما انت لا اخر واحد ده هو الباقي ده والباقي على قد ما تقدر على قد ما تقدر. هتقول له الايرن يا بيه والباراستامول والفوسفورس. لو قال لك وايه كمان ما تتطوعش وتقول خمسه من الاول. لو قال لك ايه كمان قول الايثانول والكربون مونوكسيد. قول الايثانول بس ما تقولهمش من الاول. انت ما كنتش عارف تقول لا ده ستيجز ده كونسنتريشن الكلام ده. الاول الثلاثه دي معروفين ايرن وفوسفورس وباراستامول. لان رجاله فوسفورس وباراستامول لو حد قال لك ايه كمان اعرف لو قصد الاثنين دول الايثانول والكربون مونوكسيد. بيقول لك عند ليفل اقل من 10 من 0 ل 10 من 10 ل 20 من 20 ل 30 من 30 ل 40 وعندك من 40 ل 50 50 ل 60 ومن 60 ل 70 70 ل 80 80 ل 90 واكثر من 90. يا عم اصبر يا عم لسه قلنا حاجه ايه ده بس. بيقول لك طبعا الكربون مونوكسيد المانيفستيشن بتاعته تند تو بي سيزونال يعني في السيزون. اه يعني انت حالات الكربون مونوكسيد تجي لك اكتر فين؟ في الشتاء طبعا. في الشتاء الناس بتتدفى ومقفلين مش عارف السخان يشتغل. في الصيف انت مش عارف ايه لابس حمر ميه بارده الدنيا هوا مش عارف ايه ده سيزون. ده من ضمن حاجات البيك بتاعت التوكسيكولوجي. تلاقي الكربون مونوكسيد كتير جدا في الشتاء، تلاقي الاورجانيك فوسفورس كتير جدا في الصيف. الناس بترش وتعمل الكلام ده ماشي. تلاقي الدراجز في النتائج يعني نتيجه ثانويه عامه نتيجه تيرب نتيجه مش عارف فاهم انت لها بيك يعني النتيجه بتاعت الادكشن يعني تلاقي في راس السنه الاوفر دوز يعني ليله راس السنه والفالنتاين مش عارف ايه الكلام ده. لا دراجز ابيوز اه بيحبوا بعض هي والقلب بيحبوا بعض ده بيك يعني. ودي لازم مثلا اللي هي ايام الشيخ ما اعرفش عارف نسيت اللي هي رينج كده وكلنا عارفين كتابنا ان ده ناخد جشر وكيس يعني. بعدين اقل من 10% مفيش عرض. ده فعلا بيحصل في الشخص اللي منكم او الشخص اللي منكم اللي بيدخل علبتين سجاير في اليوم. اللي بيدخل علبه سجاير او علبتين سجاير في اليوم ده عندك كاربوكس موجب الليفل اقل من 12%. فمن 0 ل 10% ده اسيمبتوماتيك. ركز معايا عشان نفس اسيمبتوماتيك مفيش اعراض. الثلاثه اللي بعده 10 ل 20 و20 و30 و30 ل 40 كلمتك الاساسيه هيدك. ركز هيدك. بعدين الهيدك اللي كان سلايد في الاول كده يبقى ثروبنج هيدك في الليفل اللي بعده وبعد كده يبقى سيفير هيدك. عندنا بنحفظ هيدك مايلد في الاول او سلايد في الليفل الثاني 10 ل 20 بعد كده يبقى ثروبنج هيدك بينبض كده وفي الاخر خالص في الليفل اللي بعد كده سيفير هيدك. في الليفل الاولاني احنا قسمهم ثلاثات اهو. بقول لك المريض ده عنده اكزيرشنال ديزنيا. اكزيرشنال ديزنيا
ديزني يعني difficulty of breathing. difficulty of breathing ماشي؟ يعني مش عارف ياخد نفسه او awareness of breathing. المفروض الواحد يتنفس عادي. لو بدأت تحس بنفسك اللي طلع وخارج ده بيسموها ديزني، بس مع المجهود. exertional مع المجهود، ده اللي يفصل قسم المجهود. عايز اكسجين كتير ومفيش اكسجين وفي كربون مونوكسيد كتير فعمل لك الكلام ده. exertional ديزني. طب الليفل اللي بعده كده بقى الاكسجين ده هيبقى ايزي فاتيج. ايزي فاتيج. ايزي فاتيج. هتتعب بسهوله. هتتعب بسهوله. طب اللي بعد كده اقول لك مع السيفير هيك هتلاقي فيه كونفيوجن. ممكن سينكوب. ممكن نوزيا وبومتنج. ممكن نوزيا وبومتنج. سيفير هيك كونفيوجن. كونفيوجن يبدا يدروخ بقى. وانيا من كونفيوجن ما تنساهاش ويكنس. شايف الويكنس في الليفل هون؟ ده الليفل التاني. ده لسه عندي 7 ليفل بعد كده الدنيا بايظه فيه. عارف ويكنس ازاي؟ احنا قاعدين هنا في كربون مونوكسيد، بدانا نصدع صداع جامد ماشي، وحاسين ان في حاجه غلط. حاسين في حاجه غلط. في حاجه غلط. في حاجه مش مظبوطه. عايز تقوم تمشي مش قادر. مش قادر. رفع لكم على الجروب حد شهير جدا مات من كربون مونوكسيد. قال جمله كده لمراته بنت المحظوظه ماشي، كان هي مراته راحت تشوفه، بعدين كانت نازله تعمل شوبينج، قلت له انت مالك بترجع بتاع مش عارف في ايه. فهي عشان مشيت من الستورس بتاع الاكسبوجر اللي هو المين ايتم بتاع التريتمنت ما حصلهاش حاجه. لفت بقى لفه كده رجعت لقت الايه هو والكلب بتاعه ميتين ماشي. اه ده حد شهير جدا في فرنسا. هرفع لكم الجمله كلها ونعمل لها اناليسيس. هاي كده فور ديمونستريشن. خلص بس ماشي. انت حاسس ان في حاجه غلط. يعني اللي نايمين دول اللي نايمين دول او في الحمام دول حاسين ان في حاجه غلط. في حاجه مش مظبوطه. يعني انت لسه في الاول واعي اهو. انت لسه في الاول واعي وحاسس ان في حاجه. لو ما دخلش علينا حد قال لنا مالكم فتح الشبابيك شدنا بره هنكمل بعد كده وهنموت ماشي. يبقى الليفل ده ويكنس ما تنساهوش. نعم الليفل 30 40 ماشي. 30 40 في كلمه كده هقولها لك سكه كده هقولها لك. انا مش شرط الليفلز ده يا جماعه. ده احنا كاتبين ليفلز في الواحد اللي هو الايه الطبيعي الرينج بتاع الطبيعي. افرض انا راجل عندي انيميا بس انا حصل لي توكسيستيف ليفل اقل صح. انا واحده بريجننت يعني اوريدي هايبوكسيا سهل يحصل لي توكسيستيف ليفل اقل. انا عيل صغير هيحصل لي توكسيستيف ليفل اقل. ليه؟ لان الريت بتاع الريسبيريشن بتاعي اسرع فيخش كميه اكتر. واحد عنده لانج ديزيز او هارت ديزيز بقول لك عشان كده وحاطط لك الليفل. لو لخبطت بينهم مفيش مشكله. ده حاجه بيننا بيننا يعني ايه لو لخبطت مفيش مشاكل. لان هو في ناس ممكن يبقى عندها ديزيز يحصل لها توكسيستيف رينج اقل. برينج اقل. عشان كده في ميل امبارح اول حاجه من ضمن الحاجات اللي عملناها تختلف عن جوزك كتبنا برجننس تيست. طلبنا برجننس تيست انها لو التوكسيست بتاعتها هتبقى اعلى هيبقى في مشكله ماشي. ده 30 ل 40 ركز بقى. 40 ل 50 و 50 ل 60. 40 ل 50 ل 50 ل 60 هيبدا يبان مشكله في الريسبيريشن في الريسبيريشن وفي الهارت. يعني عندك تاكي كارديا وتاكيبني في الاثنين. تاكي كارديا وتاكيبني ادي اثنين. تاكي كارديا وتاكيبني ماشي. هيبدا الاثنين الاولاني ده يخش في سنكوب الثاني يخش في كوما. كوما معاه كونفالجن وحاجه شهيره جدا اسمها كاينوستوكس ريسبيريشن. خدناها صح؟ لا خدنا كاينوستوكس ريسبيريشن. خدناهوش؟ ما خدناش كاينوستوكس ريسبيريشن. هي بيريد اوف ابنيا ترنيتك مع بيريد اوف هايبر ابنيا كريسندو دي كريسندو او كريسندو. انا شرحتها السنه دي شرحتها مني. طيب اكيد محاضره اكيد محاضره برايفت لسه وصلناش لي كده اصلا انبروا في بعض. بص يا جماعه كريسندو دي كريسندو او كريسندو دي كريسندو. حد بيسمع اوبرا؟ اوبرا لا مش اوبرا عادي. ده الراجل ماسك اللي بتاع كده مايسترو ماشي وشاور لهم كده تلاقيهم ايه ده اسمها اه ده اسمها كريشندو دي كريشندو تصاعدي تنازلي تلاقيهم بيسخنوا كده يطلعوا ايه ده ايه ده ده اسمها كريشندو دي كريشندو. كريشندو دي كريشندو ريسبيريشن. يلا يا جماعه يلا يا جماعه ده بيقول لك عباره عن بيريد اوف ابنيا. بيريد اوف ابنيا اولترنيت مع بيريد اوف هايبر ابنيا اهو.
يوصل لبيك وبعدين ينزل تاني. بعدين ادني يطلع فوق وينزل تاني. ده تسيل بقى في الشفوي عشان مكتوب عشان مش في الكتاب. قدام شويه في السرابيوتي دي بيسموها ابنيا فيس 15 ل 60 ثانيه. بعدين دي اسمها كريسيندو فيس او كريشن. دي اسمها دي كريشن. اقول يا جماعه اكتب ليه ده سهل خالص. بص قول لي بيه كريسيندو دي كريسيندو ريسبيريشن. كريسيندو تصاعدي. دي كريسيندو تنازل. نفس بتاعه بص ركز معايا بص هتنفس ازاي بتعمل ازاي. شايف دي نفسه يطلع بالتدريج واحده واحده لغايه لما يوصل ايبكس بعدين ينزل واحده واحده لغايه لما يقف خالص. دي بوز دي ابنيا ماشي. بعدين يطلع يزيد شويه بعدين يروح نازل تاني بالتدريج. الكلام ده يستمر كذا سايكل لغايه لما يموت. لما تشوف كريستين دي كريستين تعرف ان المريض ده بيموت. ما ماتش بيموت. المريض ده بيموت. هقول لك حالا دلوقتي بيموت. طب هو سببه ايه؟ ها سببه ايه كريستين دي كريستين ده كان ستوب. بقول لك ان الريسبيراتوري سنتر بيكم انسنسيتيف للسيو 2 تاني. دول كتابة كده. قول يا معلم قول يا بيه دي عبارة عن بيريود اوف ابنيا. بيريود اوف ابنيا مرحلة ابنيا والترنيت بتتبادل ويذ بيريود اوف هايبر ابنيا اللي قلناها امبارح. يعني زيادة الدبس بتاع الريسبيريشن. بيريود اوف ابنيا مش نفس بتتبادل مع بيريود اوف هايبر ابنيا. بين قوسين كريسيندو دي كريسيندو. بين قوسين كريسيندو دي كريسيندو. سببها due to insensitivity of respiratory center to CO2. عشان المفروض CO2 ده اللي هو بيعمل stimulation respiratory center من كتر الهايبوكسيا وزياده الكربون مونوكسيد الريسبيراتوري سنتر بقى بيهبل. يعني يستجيب شويه فالراجل يتنفس يحاول يعوض اللي فاته. ما يستجيبش يروح نفسه واقف. يستجيب شويه يبدا الراجل يعوض اللي فاته. ما يستجيبش يروح واقف لغايه ما لسه معاه كاين ستوك ريسبيريشن. كاين ستوك ريسبيريشن. يبقى الليفل ده الهارت ريت بيزيد والسبيرات ريت بيزيد الباشا في سمكو سوز. بعد كده في كوما وكونفالجن الترميدال كونفالجن وكاين ستوك ريسبيريشن. طب الليفل اللي بعد كده ركز بقى معايا. الليفل هو 60 ل 70. ما بعد ذلك المريض ميت. بعد ما كان الريسبيريشن بيزيد بيحاول يعوض اللي فاته والهارت ريت بيزيد بيحاول يعوض اللي فاته. ده الباشا ده الريسبيرات ريت بتاعه قل والهارت ريت قل وخلاص هيموت. بوسبل ديس. برضه نفس الكلام كوما وانترميتد كونفالجن بس خلاص الريسبيرات فيلير هيبدا يحصل. الريسبيريشن بدا يقل وهيموت. خلاص هو عند 60 هيموت. ما بعد ذلك ما هو الا مطر الطير. موضوع وقت. الباشا ده 70 ل 80 هيموت في فيو اورز. 80 ل 90 في اقل من ساعه. اللي بعد كده هيموت في مينتس. اكتر من 90. بفتكر ان 40 ل 50 و50 ل 60 لو اتنين مع بعض هم الهارت ريت والريسبيرات ريت بيحاولوا يعوضوا اللي فات. بيحاولوا يعوضوا الهايبوكسيا اللي هو عنده ماشي. بعد كده الهارت ريت والريسبيرات ريت بيقل والمريض بيموت. خلاص 60 ده هيموت. ما بعد 70 80 90 بقى ده كله هيحتاج قد ايه عشان يموت؟ اورز ولا اقل من اور ولا فيو مينتس. دي حته مهمه جدا 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 كاتبها لك تحت الجدول. ان المريض ده او البيشنت ده ممكن يلاقي في السكين بتاعه تشيري ريد كلاريشن اللون الاحمر هقول ريد اسفكسيا. بس ده عايز ايه فيري ليت ستيج لان هو اكشولي يعني التشيري ريد كلاريشن ده بيعتبر بوست مورتم. اكتب بين قوسين كده كاتبين في التكست كده وين يو ار تشيري ريد يو ار ديد. وين يو ار تشيري ريد ما يكون لونك محمر كده عشان كربون مونوكسيد بيسموه موت الاحمر. يو ار ديد. وين يو ار شيري ريد
You are dead. يعني لو لقيت واحد جاي لك في الاستقبال عنده ريت اسفيكسيا ساينس بتاعت اسفيكسيا بقى وكونفالجن وكوما وهايبوكسيا وفي احمرار كده في الاسكين والميوكس من برين بتاعته ايه ما تضيعش وقت هيموت 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 نعم الهون لا سبين ده ممكن يتلاحق ده اخرك في اللاحق اي واحد ممكن بصيه هو ايثيكال اي مرضى تيجي تحاول معاه ماشي ما ينفعش تقول بس انا قصدي ايه ما تضيعش وقتك معاه في ايه في الترياج يا جماعه ترياج ترياج ده يعني ده يعني تقاطع الطوارئ المفروض سيادتك تكون عارف حصلت حادثه عرضيه كبيره قوي ترين اللي خبطت في قطر والقطر اتقلب في طياره طايره ومش عارف ايه الكلام ده وجاي لك 50 مريض 50 مصاب بوليت روما تمام وانتوا كلكم في الاستقبال 10 10 يعني هيشتغلوا على 10 حالات وال 50 حاله داخلين ما بين اللي متكسر سكال وما بين اللي رجله مش عارف ايه وما بين اللي هي بريجننت وما بين مش عارف ايه اختار ال 10 حالات ازاي ده اللي بيسموه الترياج يعني ما اروحش لواحد السكال مكسوره وبيجذب يعني بيموت واروح اقعد معاه بقى والدنيا اشتغل معايا معلش مع احترامي انت معلش يعني في غيرك قوي الحقيقه بقى من الميت ده مش ده علم على فكره ده ساينس يعني انا مش اسود قلب ولا حاجه ما تروحش الواحد كبير في السن عنده 70 سنه وعنده فراكشر وهيموت وعيل وخلاص هيموت وعيل صغير ولسه الحاله هوبفول وجسمه كويس ممكن تلحقه وتاخد الكبير وتسيب الصغير الكلام ده حتى في امريكا يجي نقله هارت ماشي كبير في السن ايه في الليسته من تحت الناس اللي قاعده تلاقيها في الليسته من تحت الناس اللي عندها ايدز في الليسته من تحت خلي الناس اللي ما انت هتاخد الاورجن ممكن تبوظه هو الاورجن دونيشن اورجن دونيشن فانت خليك ذكي في اختيارك ده انت بريس مش لحل لا يا عم والله يطلع لك المط ولا ما جيتش لابويا دلوقتي يا عم ابوك ميت ميت شوف حد ممكن نلحق ده اللي بيسموه اهدر يعني لو جات لك حالتين او ثلاث حالات ضرب اوكسايد وايه واحد فيهم وتشيل ريد يعني اهتم انت واحد بس معاك ثلاث حالات اتفضلي قولي قولي بس انت قاتلات افكار 100% ده اللي هي الكلينيكال مانيفستيشن انا هنا خالص بس سايد انا خلص الحمد لله عايزين في ايه صوت عشان نجي بعد الدور خلاص ما قدرش حاجه ما قدرش حاجه الديليد مانيفستيشن ديليد مانيفستيشن او ديليد افكت الديليد افكت قلنا قبل كده زي ما قلت امبارح ميثانول ان البريم ما بيسمحش الهايبوكسي البريم ما بيسمحش الهايبوكسي اللي حصلت له انا اتوقع الراجل النهارده امبارح حطيناه على علاج بدا يكون النهارده وزي الفل كله كونشس مبلغني قبل ما اجي بعد الريجيم ما اتكتب اللي هنقوله دلوقتي تريتمنت بس افتكر ان انت بعد شهر شهرين ثلاثه لو ما اديتش المريض ده علاج ثاني او ما تبعتوش ممكن يجي لك باركنسونيز لان البيزال جانج اللي اكتر حاجه افكتد زي الميثانول قلنا امبارح ميثانول كربون مونوكسيد فينوسيازين بانش دراكن سندروم ده اللي هي افكت البيزال جانج اللي هو وقت مطر بتافكت والبيزال جانج الافكت ممكن المريض بعد فتره يجي لك باركنسونيز يجي لك باتاكسيا ماشي يجي لك بريفرال نيوروباثي يجي لك بكوريا يحصل له امنيزيا او منتال ديتيريوريشن ده كله بسبب الهيدروكس اللي حصل في الايه البريز ده بيسموها الديليد افكت اشخص ازاي حاله الكربون مونوكسيد بقول لك اولا ما تنساش احنا دايما كل ما الشيب يخش بنعلم زملائنا في فض الطوارئ الديفرنشال دياجنوزس ان ممكن حاله الكربون مونوكسيد تيجي لو ما خدتش هيستوري كويس لازم يبقى عندك هاي سسبيشس اوف هيستوري ممكن الكربون مونوكسيد يجي لك انفلونزا البيشنت عنده هيديك صح وعنده عمال يرجع وفوميتنج في الليفلز الاولانيه وبيتعب مع المجهود اكزيشنال ديزنيا وده كله بتاع الانفلونزا بتاع الكومن كولد عندهم كومن كولد النوزيا والفوميتنج يقول لك ده عنده جاسترونترايتس يقول لك ده كان اكل مش عارف ايه يا دكتور انا اكلت اكل بره في حاله شهيره جدا من ضمن الحاجات دي كربون مونوكسيد الراجل جه او البنت جت كانت بنت ميدل ايج كده جت فدكتور البطنه شافها في يوم هوب انا فاكر اليوم ده كنت لبطشيه يوم بعدين الصبح الساعه 10 11 كده ما رضيش يكلمني زملاء بقى بنغطي على بعض وبتاع قال مش هنزله عشان حاله جاسترونترايتس همانجن راح كاتب العلاج اللي هو جاسترونترايتس وروح البيت البنت روحت جت بالليل والله جت اتقرست بالليل جت اتقرست بالليل لان هو رجعها للسورس تاني هو مانجر كانه جاسترونترايتس ما خدش هيستوري اللي هي طلعت فعلا كربون مونوكسيد طلعت تيبيكال كربون مونوكسيد يبقى انت يبقى عندك هاي سسبيشس الهيستوري في الشتاء خلي بالكوا يا جماعه في الشتاء اي جاسترونترايتس اسال المانيفستيشن حصلت امتى اي كوما قول هو اغمى عليه فين فقد الوعي في دي مهمه جدا في الحمام كربون مونوكسيد انتبروف دازر وايز
الحمام يبقى تيل بروف ده اذروايز ديك ممكن يبقى ستروك على فكره. ممكن واحد يغمى عليه خد وقع في الحمام الزحلقه فراشه اتخبطت حصل له انتراكرينيال هيموج ممكن قوي. بس بدل في الحمام في الشتاء نعتبره كربون مكسيد عن تيل بروف ده اذروايز سواء الواحدة او مع حد تاني. ماشي الحال؟ فالديفرنشال دايجنوزيس جاسترونترايتس انفانت كوليك انفلونزا كومن كول ده الديفرنشال دايجنوزيس. اشخص ازاي؟ هيستوري قلناه كلينيكال بيكشر قلناه فاضل لك اللاب. اهم حاجه في اللاب اللي هو يعتبر الكورنر ستون بتاعنا بتاع الانفستيجيشن اللي هو مش موجود اصلا في الزازيب ماشي اللي هو كاربوكسي هيموجلوبين ليفل. هيس الكربون مكسايد كاربوكسي هيموجلوبين ليفل قال لك المفروض النورمال ليفل اقل من 5. اي حد فينا طبيعي المفروض اقل من 5. لو بتدخل 200 في اليوم يبقى 12% ده الكربوكسي هيموجلوبين ليفل. بعد كده قال لك في حاجه اسمها كواليتيتيف تيست وحاجه اسمها كوانتيتيف تيست. اللابوراتوري انفستيجيشن بتاعت الكربون مكسايد يجي لك سؤال واحد مرة قبل كده. والله عمري ما بشرح عمري ما حصل كتير كده والله ما بحبش مش لحين وبفضحش. كواليتيف تيست سهل جدا ركز معايا كلمتين وبس. كواليتيف تيست كواليتيف تيست يلا يا جماعه اللي عندك ديلوشن وكانكل تيست وسبكتروسكوبيك تيست. ديلوشن تيست ده سيمبل جدا انت شايف ان المريض ده عنده كربون مونوكسيد بويزن يقول لك خد عينه الدم بتاعته ماشي وخففها يعني ايه حط عليها شويه صلاين وخد اللي حط عليها شويه صلاين حط عليها شويه صلاين تاني يعني خد منها جزء وحط عليها صلاين تاني. اما لها حاجه اسمها هاي ديليوشن او سيريال ديليوشن لو البلاد ده نورمال الهيموجلوبين هيتكسر وهيبقى لونه اصفر يلو. طب لو هو اوكسي هيموجلوبين كاربوكسي هيموجلوبين هيدانو بيه المشكله تفاعل سهل جدا. تيست تيوب بتاعت الراجل ده تيست تيوب بتاعت الراجل ده اللي هي موجود فيها الدم ابدا اخففها حول لون الدم للسيرم لون اصفر يبقى ده اوكسي هيموجلوبين. الدانو بينك زي ما هو اسمه كاربوكسي هيموجلوبين ده اسمه ديليوشن تيست. طب كالكل تيست بقول لك ده بيعتمد على البريسيبيتيشن. ايه اللي عندنا بيعمل برسيبيتيشن شهير جدا؟ تانيك اسيد ده رابيد تيست. تانيك اسيد تيست جيب شويه دروبز من تانيك اسيد 5 دروبز كده وحطهم على عينه الدم بتاعه المريض مخففه. يعني الاول بجيب عينه دم المريض واخففها 1:10 بوتر ديستال دور عينه الدم مخففه عينه الدم بتاعه المريض اخففها بديستال دور بنسبه 1:10 واحط عليها شويه دروبز من تانيك اسيد. خد التانيك اسيد عمل لي بريسيبيتيشن صح؟ شوف لون البريسيبيتيشن لو لونه براون يبقى ده نورمال بلاد ده اوكسي هيموجلوبين. لو دانه ريد كريمسون ريد او تشيري ريد او اي حاجه ريد ريد زي الريد هنا او بينك هنا يبقى ده كاربوكسي هيموجلوبين. في مشكله؟ تستين سهلين جدا واحد بخفف والتاني بدور على البريسيبيتيشن. ماشي الحياه. التالت بقى سبكتروسكوبيك تيست. ايه السبكتروسكوب ده؟ السبكتروسكوب اللي هو مقياس الطيف. صباح الفل. مقياس الطيف بيقول لك مفيش ماده ارضيه في الوجود ارضيه على حاجه جايه من الفضاء مالناش دعوه. مفيش ماده ارضيه في الوجود غير لها مقياس طيف خاص بيها. مقياس طيف خاص بيها المفروض سيادتك لو في منشور زجاجي ما ترسمش موجوده في اخر صفحه. لو عندي سورس لللايت كده وعندي منشور زجاجي وعديت الضوء على المنشور الزجاجي ايه اللي هيحصل؟ ده الوان الطيف سبعة طلعت على الحيطة صح كده؟ اللي هي ايه؟ ايوه احمر ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايل. هو احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي انديجو فايرت بنفسجي. ده الوان الطيف السبعه.
بقول لك بيفصل بينها خطوط سوداء كده بيسموها فرانهوفرز لاين. فرانهوفرز لاين بقول لك ادي البي سي دي اي اف جي اتش مفيش اي. قال لك عند الفايلت كي ال. اشمعنى اللي بتاع دي ملناش دعوه، هم اللي اختاروها يكتبوا اللي هم عايزينه. اللي انا عايزه بس ان انت تعرف ان انا لو جبت المنشور الزجاجي وحاجه اسمها هاند سبكتروسكوب وعديت الضوء عليها هيطلع لي الوان الطب السبع دول على الحيط اللي احنا راسمينهم دول. طب انا اعمل ايه؟ بقول لك انت هتجيب تيست تيوب بتاعت المريض انت عايز تعرف فيها اوكسي ولا كاربوكس، تقطع بينهم بين الايه اللايت سورس اوف لايت وبين السبكتروسكوب اللي هو بيكون مقام المنشور الزجاجي. مش الضوء ده لما يعدي على المنشور الزجاجي يطلع الالوان؟ ممكن بدل ما تجيب منشور زجاجي خليك متقدم يعني جيب جهاز اسمه سبكتروسكوب. ده نفس الحاجه اللي هيحصل الوان الطين. لو حطيت عينه الدم بينهم اللي فيها البلاد والضوء معدي البلاد ده زي اي ماده هيمتص شويه ايه ضوء. امتصاص الضوء بيبان في الفيل خطوط سوداء بيسموها ابزوربشن بان. لو ايه بقى؟ لو عينه الدم دي فيها اكسجين اوكسيهيموجلوبين هيعمل لي اتنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي. كل شغلنا في اليورو سبيكترا مرسومه ما ترسمش طبعا هاكل الورق ده عشان عارفين انتوا بتفصلوا. يا باشا هقول لك المهم مهم جدا كمان وهناخد بالتفصيل سبيكتروسكوب ده في شابتر بلاد. هناخده بالتفصيل شابتر بلاد اخر شابتر خالص في الفورنسيك. اتنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي في اليورو سبيكترا ده اللي هو الاوكسيهيموجلوبين. بعدين طب الكاربوكسي بقول لك زيه بالظبط بس اتنين ابزوربشن بان بتوين الدي والاي مور شيفت تو رايت ناحيه الفايلت. تاني طب الرسمه اللي عندك انا عايز منها ايه؟ عايز اللي مكتوب تحت الرسمه اوكسي هيموجلوبين وكاربوكسي هيموجلوبين مش عايز اكتر من كده. والكلام اللي جنبه اوكسي هيموجلوبين وكاربوكسي هيموجلوبين. تاني عند عينه الدم عايز اعرف فيها اوكسي ولا كاربوكسي. من ضمن التحليل خلي بالك ده اسمه كواليتيتيف تيست. يعني ايه كواليتيتيف تيست؟ هعرف هو اوكسي ولا كاربوكسي بس مش هعرف ليبل. صح انا عرفت ليبل؟ ما عرفتش ليبل. عايز اعرف موجود ولا مش موجود. زي الداليوشا الهاند سبكتروسكوب مصدر الضوء هيعدوا على بعض يعمل لي الوان بتطفي على الحيط. اجيب التيست تيوب احطها بينهم زي راسي كده احطها بينهم. لو الضوء عدى على الاوكسي هيموجلوبين هتلاقي في الفيلد الناحيه اللي فيها لون اصفر كده السفيره دي في حتتين خطين سود بتوين الدي والاي. طب لو كاربوكسي نفس الخطين بس الناحيه الثانيه ده معناه ايه؟ معناه ان انت بتقارن صح؟ وبدل بتقارن يبقى لازم يكون عندك اوكسي صح؟ هنعرف ازاي ان دي شيفت تو ذا رايت وده مور شيفت تو ذا رايت غير لما اكون بقارن. يبقى انت لازم يكون عندك ستاندرد الاوكسي هيموجلوبين ده اسمه سبكتروسكوب. انا فهمتها صح؟ بكتب ايه؟ هتقول ان السبكتروسكوب التيست الكلام المكتوب ده نظري ان الكاربوكسي هيموجلوبين بيعمل اثنين ابزوربشن باند بتوين الدي والاي لايك الاوكسي بس مور شيفت تو ذا ايه؟ ما تنساش في الباثوفيسيولوجي بيشفت الاوكسجيشن كيرف تو ليفت اما السبيكترا بيشفته تو ما تنساش. اربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه ده روتين انفستيجيشن. اربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه ده روتين انفستيجيشن. ده عندك حاجه اسمها كوانتيتيف 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 ده اسم بس اسم بس جي سي وسبكتر فوتومتر ده اسامي مش عايز اكتر من كده. جي سي ده جاهزين يعني سبكتر فوتومتر ده بيقيس الليفل. بعد كده 4 و5 و6 و7 و8 دول كلها روتين انفستيجيشن. اعمل اي بي جي اعمل اس جي اعمل الكترولايت اعمل سي بي سي اعمل مش عارف ايه جنرال فانكشن تيست سي بي سي ده كله روتين انفستيجيشن. يبقى اللاب بيجي لك لوحده عندك داليوشن تيست وعندك كانتل تيست وعندك سبكتروسكوبيك تيست ده بيسموها كواليتيتيف وعندك كوانتيتيف وعندك كاربوكسي هيموجلوبين وعندك من 4 ل 8 روتين انفستيجيشن. اخر حاجه نتكلم عليها التريتمنت. خلاص خلاص انا هدخل الموضوع ده اسهل تريتمنت في حياتي. يلا يا جماعه يلا في دكه كده في الشفر يسالها لنا. يلا يا جماعه اول حاجه ده كاربون مونوكسيد ده جاز صح؟ يبقى اول حاجه رموك فروم سايت في السبوره.
ده اللي بيسموها انهاليشنال ديكونتامينيشن هرمون فروم سايت اوف اكسبوجر. احنا قلنا الباشا ده ما بيرحمش ولا سيب الرحمه تنزل صح كده، يبقى التريتمنت بتاعي ان انا اودي المريض ده اكسجين اهم حاجه. ثاني حاجه اودي المريض ده 100% اكسجين او هايبر باريك اكسجين، والاثنين وظيفتهم نفس الحاجه. 100% اكسجين عن طريق الماسك بيساعد السيلولار ريسبيريشن ويقلل الهاف لايف بتاع الكربون مونوكسيد او كربوكسيل موجلين. واحد هيقلله من 4 ساعات ل 5 ساعات لساعه ساعتين، والتاني هيقلله من 4 ل 5 ساعات ل 23 دقيقه. يبقى التريتمنت بتاعي 100% اكسجين او هايبر باريك اكسجين، والاثنين هيحسنوا السيريبرال اديما، هيساعدوا التيشو اكسجينيشن. وايه انت اصلا ليه بتودي 100% اكسجين او هايبر باريك اكسجين؟ ما الكارير كده كده بايظ صح؟ بقول لك لا، لما تدي المريض ده 100% اكسجين او تدي له هايبر باريك اكسجين مش هحتاج الكارير، يعني الكارير اللي شايل كربون مونوكسيد ده خلاص ايدك منه والارض. طب واللي شايل اكسجين متشفت تو ذا ليفت، يعني برضه ما رحمش ولا ساب الرحمه تنزل. وانت لما تودي 100% اكسجين بتعمل ايه؟ لما تودي هايبر باريك اكسجين بتعمل ايه؟ بقول لك بتدوب الاكسجين في البلازما، مش ده بلازما؟ بقول لك فيزيكالي ديستولب ان بلازما. روح امك مش محتاجين. فيبدا الاكسجين يعدي من ايه؟ من الديفيوجن، زي اي حاجه. فالتيشو يوصل لها اكسجينيشن. مش هو الكارير ده اللي بيشيل اكسجين ويخش السيل؟ لا يا عم مش محتاجين، ولا كاربوكسي ولا اوكسي. هدوبه في الدم، والدم زي ما بيخش يخش مع الاكسجين. فيزيكالي ديستولب فين؟ البلازما. فالهدف الاساسي ان انا فيزيكالي ديستولب الاكسجين بالبلازما ويعدي بالديفيوجن. كده انا اتغلبت على حكايه الاربع خمس ساعات. بعد اربع خمس ساعات كده كده هيتكسر ويمشي. بس ليه ما بظبطش اربع خمس ساعات؟ لان المريض هيكون مات اربع خمس ساعات من غير تشو واكسجينيشن بالسلامه. تمام؟ طب اداني بقى هايبر باريك اوكسجين لغايه ليفل كام؟ بقول لك لغايه لما الليفل اللي هو الاسيبتوماتيك اقل من 10. بيسالك في الشفوي. قول لي يا حبيبي الانتيدوت بتاع الكربون مونوكسيد ايه؟ هو ده. انهي واحد؟ لا. 100 يس. المفروض بره؟ بره في التكست اللي بره في اوروبا امريكا والناس اللي بتفهم كاتب لك الانتيدوتس كده في تيبل كربون مونوكسيد 100% اكسجين سلاش هايبر باريك اوكسجين. 100% اكسجين سلاش هايبر باريك اوكسجين. سالك في مصر قول لي الانتي دوت، قول له 100% اكسجين. طب الهايبر باريك ده اليمينيشن ليه؟ هو المفروض من ضمن مميزات الانتي دوت يبقى افيلابل صح؟ يبقى افيلابل يبقى موجود. ما عندكش هايبر باريك غير في مستشفيتين في مصر، مستشفى معهد مصر ومستشفى في شرم. يس مستشفى شرم ده مفيش. لا مفيش. 100% اكسجين بس. ماشي؟ ماشي. سالك الشفوي استاذ الدكتورة غادة المسلمة. لا بتسحب تسأل السؤال ده أوي. أبي تسأل سؤال في السيناريو نقوله بكرة. المرة الجاية يعني. والسؤال بقى يقول لك الأنتي دوت بتاع الكربون مونوكسيد إيه؟ لا 100% اكسجين. تمام كده؟ طب الإليمينيشن هايبر باريك اكسجين. طيب فاضل لي إيه؟ المريض عنده كونفالجن اديله عنده كونفالجن، عنده اريزمي حاضر عنده اريزم، عنده سريبرال اديما سريبرال ديهايدريتنج ميجر في ايدك ايدين اصبري يا ستي سريبرال ديهايدريتنج ميجر اللي هي استرويد استرويد ومانيتول استرويد ومانيتول ده ديهايدريتنج ميجر. المريض ده لازم يبقى له بيد ريست، دي مهمه جدا لازم يبقى بيد ريست. ليه؟ عشان هو هايبوكسيك، عشان يقلل الاوكسجين ديماند تو ديكريز الاوكسجين ديماند. مش عايز اكسجين، مش عايز يحتاج اكسجين كتير. بيدرس اعالج الاسيدوزس. ركز بقى كاتب لك كوركت اسيدوزس، اكتب جنبها اف سيفير. يعني من الاخر لو بي اتش اقل من 7.1 ده حته بقى يعني ايه شغل بقى. لو البي اتش اقل من 7.1 والمفروض النورمال بي اتش 7.35 7.45 اقل من 7.35 ده بيسموها اسيدوزس صح؟ والمريض ده اللي عنده ميتابوليك اسيدوزس ليه هايبوكسيك شفت انيروبيك يطلع لاكتيك اسيد. بس خلي بالك ما تبقاش اجريسيف في التريتمنت بتاع الاسيدوزس. ليه؟ احسن الاسيدوزس حلو للمريض ده. ليه؟ عارف؟ لا بالظبط كده. عارف الشيفت بتاع الاوكسيديشن كيرف تو ذا ليف اللي بيعمله كربون مونوكسيد؟ الاسيدوزس بيجيبه ناحيه الراس. ادي الكيرف اهو حول ناحيه الشمال، فالاكسجين مش راضي يروح للتشو. المايلد اسيدوزس بتحركه ناحيه الرايت، يعني مره لسه بتحركه ناحيه النورمال سايد صح؟ تيجي سيادتك تحرك الصحح الاسيدوزس
تخسر انت النقطه دي. يعني المايل اسلوز بينيفيشال لي، المايل اسلوز هتفيدني تمام، ما تصححش غير لو هي سيبي. يبقى اسيدوزس انت كونفرزن انت ريزنك، لو دخل في كوما كل كوما وترجع انت بالوري الصيانه. دلوقتي عسل